يعني اليوم سنشرف أنا وزميلي سيد محمد وجاوت على هذه الاتفاقية وإطلاق الرسمي للعملية بين بريد الجزائر وبين المركز الوطني إدماج الابتكار البيداغوجي وتنمية التكنولوجيا للعلم والاتصال في التربية. يتم بموجبها إتاحة إمكانية دفع رسوم التسجيل للامتحانات الوطنية الخاصة بالأطوار الثلاث الابتدائي المتوسط والثانوي عبر الإنترنت، وهي العملية التي ستجرى خلال فترة ممتدة من 3 إلى 28 جانفي. تتيح هذه الخدمة الجديدة لحامل البطاقة الذهبية دفع رسوم تسجيل المترشحين لاجتياز الامتحانات النهائية لدورة 2021 عن بعد، وذلك عبر الأرضية الإلكترونية التابعة للديوان والموصولة على المنصة الرقمية لبريد الجزائر. إن هذه العملية تندرج ضمن مخطط الوزارة الذي يهدف إلى عصرنة القطاع واستغلال التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الإدارية البيداغوجية والتربوية وتحسين الخدمة العمومية وضمان جودتها، وكذا عمل الحكومة وبعث الارتياح في نفوس المواطنين وتحقيق رضاهم وكسب ثقتهم تجاه إدارتهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لتفادي الاكتظاظ على مستوى مراكز البريد تجسيداً للشروط الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.